تقاويا كشف الناطق الرسمي باسم مجمع صنع الغاز خليل هدنة أن مجمع صنع الغاز قام بوضع وإنشاء 26 منشأة كهربائية حيز الخدمة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار. ميكروفون عادل غضبان. من يعني الفاتح من ديسمبر 2022 إلى يومنا هذا أو إلى 27 مارس 2023 تم إنشاء ووضع حيز الخدمة 26 منشأة كهربائية يعني عالية التوتر، ومن خلال فرع صنيغاز وهو نقل الكهرباء، فعالية التوتر هي محولات كهربائية كبيرة، هي محولات متنقلة أو محطات متنقلة فيها ربط هذه المحولات وفيه تعزيز للشبكة وتأهيلها. 26 منشأة طاقوية عبر 19 ولاية، إذن فيه تأمين طاقوي كبير لهذه الولايات. أما بخصوص مشروع تركيب الأجهزة المجانية للتنبيه ضد التسربات الكهربائية، فقد كشف خليل هدنة أن مجمع صنع الغاز قد دخل في المرحلة الثانية من هذا المشروع. الكمية الأولى هذه هي المتواجدة 500 ألف كشف، هذه هي كمية كاملة لأنه فيه معايير تقنية لهذا الكشف. راهي تمشي، راهي سالية 21 ولاية. النسبة راهي تتراوح ما بين 20 إلى 30%. لماذا؟ لأنه هذا الكشف راح نروحوا للمواطن كمرحلة ثانية، راح يكون فيه كذلك مناقصة وطنية ودولية لاقتناء 5 ملايين كشف. كمرحلة ثالثة راح يكون فيه تصنيع الكشف من طرف صنيغاز، من طرف شركة أو فرع صنيغاز اللي هو صياغ، شركة الجزائرية لصناعة الكهرباء والغازية، وكان فيه يعني اتفاقية وإبرام اتفاقية مع الجامعة الجزائرية لدراسة وضع تصنيع هذا الكشف. إذا احنا مدينا كذلك الفرصة للجامعة الجزائرية ولشباب الجزائري باش يقدموا لنا مشروع المشاريعهم ويكون فيه تصنيع. لذلك 2024 وهذه التزام سيد رئيس المدير العام أننا راح إن شاء الله نصنع هذا الكاشف وراح يكون هذا 6 ملايين مصنعة بالجزائر 100% جزائر. وفي إطار تجسيد التعليمات العليا للبلاد والتي تقضي بتوجه نحو تصدير الكهرباء، فقد حققت صنع الغاز رقما قياسيا بتسجيل أزيد من 217 مليون يورو عائدات صادرات الكهرباء والمعدات الكهربائية خلال سنة 2022. غاز حققت في 2022 رقم قياسي في مبلغ الصادرات فيما يخص ثلاث مجالات، وهذه المبلغ هذا وصل الى 217 مليون يورو. اذا هذه القيمه خصصت ثلاث مجالات. المجال الاول هو تصدير الكهرباء في 2022، حيث ان صنيغاز تصدر الكهرباء لدوله تونس فوق 500 ميجاوات هي قدره هذا التصدير للكهرباء. كذلك المجال الثاني هو تصدير فيما يخص قطاع الغيار والمعدات لمهنة الكهرباء والغاز، خاصة في اللي تخص التوربينات، تصديرها إلى دولة هولندا عن طريق جنرال إلكتريك وقام مقامات الكهرباء والغاز.